صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. النهاردة هاخدكم في جولة قاهرية جميلة للمتحف المصري والأهرامات، أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. للعلم أنا دلوقتي ماشي في مدينة حدائق الأهرام، وهي يعني من المدن المستقبلية الواعدة في مجال السياحة، على اعتبار إن المتحف المصري إن شاء الله هيتم افتتاحه بعد شهور بجانب مطار سفنكس الدولي. ابقوا معنا. اهلا بكم تاني. احنا دلوقتي في حي المعادي، هو من اميز الاحياء القاهرية واكثرها شهرة واصالة، او من اكثرها شهرة واصالة. ومن ضمن ما قيل عن سبب تسمية الحي ده أسباب كتيرة، أهمها أن يقال أو طبقا للروايات أن سيدنا المسيح عليه السلام الطفل وسيدتنا مريم العذراء لما هربوا من الناصرة من فلسطين وأتوا إلى مصر، عندما بدأوا رحلتهم إلى صعيد مصر عدوا من هذه المنطقة، عشان كده يقال أنها تسمت المعادي. في رأي تاني بقى بيقول انها اتسمت المعادي عشان اهل طرق لما كانوا بينقلوا محاصيلهم في اراضيهم الزراعية عشان يبيعوها في منطقة الجيزة، كانوا بيستخدموا المعادي، وهي جمع معدية، وهي الاداة اللي بتعبر النيل عشان يبيعوا محاصيلهم في الجيزة. وبالتالي طبعا يعني شرفت المعادي لانها يعني كاسم منسوبة لحدث مقدس مهم، وهو حدث مرتبط بالعائلة المقدسة المسيح الطفل وسيدتنا مريم عليها السلام. دلوقتي احنا في طريقنا للهرم، هو عجيبة من عجائب الدنيا السبع ان لم يكن اميزها على الاطلاق. خلينا نروح هناك في رحلة شيقة ونشوف الدنيا فيها ايه. اهلا بكم في الاهرامات المصرية. المكان ده اشهر مكان اثري في تاريخ الانسانية، وفي حقيقة الامر هو بيمثل تحدي لكل عقل. يعني احنا 2022 لغاية دلوقتي لسه ما يعني بنفكر وبنحاول نستنتج ازاي المصريين القدماء 2600 سنة قبل الميلاد قدروا يعملوا المعجزة دي. فعشان كده الاهرامات هي فخر لكل مصري ومصرية. وهيفضل ابو الهول زي ما احنا شايفين حامي الجبانة وحامي الاهرامات المصرية، شاهد على عصور جميلة تحكي عن رونق وعظمة اثار مصر. طبعا المتحف المصري هو بيت الاثار المصريه، اهم بيت للاثار المصريه، وهو اهم متحف موجود في الميدل ايست بلا ادنى مبالغه. المتحف المصري هو ايه من ايات الجمال، بمعنى هو بيحتوي على اجمل الاثار او من اجمل الاثار اللي موجوده في الدنيا كلها. متعه كبيره لاي سائح ان هو يجي ويتفقد المتحف المصري. العرض المتحفي في المتحف المصري بيبدأ من الأقدم إلى الأحدث، يعني بيبتدي بمجموعة الآثار اللي بتنتمي للفترات اللي قبل الوحدة،
بعد كده فترة العصور العتيقة والعصر العتيق، الأسرة الأولى والثانية، بعد كده الدولة القديمة فالوسطى فالحديثة فعصر الاضمحلال الثالث أو العصور المتأخرة، وبينتهي بالجريك الرومي. يعني دي كانت جولة كده بسيطة، جولة طائرية جميلة، يعني رحنا بعض الأماكن الجميلة والمشهورة في القاهرة. أتمنى أنها تكون جولة يعني جميلة، وانتظروا جولات أخرى في أماكن أخرى أحلى وأحلى. ويعني أدعوكم للاشتراك في القناة على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والإعجاب بالصفحة على الفيسبوك. ما تنسوش بقى اللايكات والشير والتعليق، وياريت لو اي حد عنده تعليق او عنده اي اقتراح على المحتوى يعني يعبر عن ده في تعليقات. شكرا لكم.